لو فعلها السيد رئيس الجمهورية واتخذ قرارات استثنائية من الممكن أن يخولها له القانون، ما هي هذه الإجراءات وكيف يمكن أن تؤثر بالسالب أو بالإيجاب على حالة الاستقرار والأمن والطمأنينة التي ننشدها جميعا؟ كان في جدل منذ بداية الحلقة بين المهندس جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان والمهندس باسل عادل النائب السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الدستور، وأنا وزميلي الدكتور معتز نحاول أن نعيد الحوار إلى مساره الأول والطبيعي، وهو لو حصل واتخذ إجراءات استثنائية هتكون إيه وممكن تؤثر إزاي؟ دكتور معتز. يعني أنا لو كان لي أن أنا أوجه نصيحة رئيس مرسي، لان انا بسميها الترويكا الحاكمه، يعني الرئيس والحزب والجماعه، هو الا يجعلوا قضيه تحويل النشطاء والسياسيين والاعلاميين للنائب العام والمحاكمه اولويه على الاطلاق، بل انا بقول الحقيقه العكس، يعني ينبغي ان يكون هو الصحيح تماما. اقصد ايه بكده؟ اقصد بكده حل مشاكل مصر والمصريين، هي دي القضيه. القضيه خلي اللي يتكلم يتكلم يا فندم، الموضوع اكبر كتير من الكلام. المسألة لا، حق التظاهر ده مكفول، خلصت القضية، خلصت. أي حد من النشطاء، طبعا في نقطة بس احنا لازم دي تكون عندنا واضحة، إنه هناك حق التظاهر السلمي، المولوتوف ليس سلمي، عشان تكون واضحة بس، عشان برضه إيه ما نبقاش بنظن إن مفيش مولوتوف سلمي. ما أنا ما أعرفش، يعني أنا الدرجة دي أنا بقول إيه، أنا كنت قاعد مع حد يعني السادة المستشارين الكبار في وزارة العدل، بقول له حضرتك روح جيب كده قانون التظاهر في ألمانيا، في إنجلترا، في إنجلترا، في أي دولة من دول العالم، هاتوا كده ترجمه بس وشيل إيه لندن، حط مكانها القطر، يقعد غير كده يعني إيه ريبليس بالوورد يعني مايكروسوفت وورد القانون ده استريح. لا لا خلاص، أصل أنا مش هعرف أكون مور كاثوليك زي ذا بوب، يعني أنا مش هتنفع تكون أكثر ديمقراطية من الاختيارات الديمقراطية. خلاص يا إخوانا، هذا عهد بيننا وبينكم، ادي اتقبل موجود، ادي القواعد نلتزم بها جميعا، وهذا في اوروبا والدول المتقدمه. يا ريت ده يبقى هو ده النقطه، ان الموضوع مش يا فندم احنا عندنا مدارس حقوق انسان مصريه. الحقيقه ان هم عملوا مجهود كبير جدا جدا في هذه الامور، قاموا بتمصير الكثير من هذه الامور ووضعوها في وثائق وهو رقم واحد. اثنين، خلينا بس اتكلم عن نقطه محدده، وهو النشطاء السياسيين، دول شباب عشرينات ثلاثينات اربعينات، ناس اجتهدت وقدمت روحها في مرحلة سابقة، ويعني دلوقتي هم شايفين النضال لابد انه يستمر. انا اختلف معهم في دي، لاني اعتقد انه في نقطة ما لازم خلاص تجر سطر وترجع بقى لدولة القانون والدستور والكلام ده، والا هنتحول لحالة حرب الجميع الجميع. ما هو سامحني، لو كنت انت النهاردة بتستخدم الاساليب اللي انت الاساليب الثورة او اساليب ال 18 يوم الاولانيين، رغم ان انا رايي ان هم دول ما كانش فيهم مشكلة، يعني اقصد هو انت كانت المشكلة ايه في 18 يوم؟ انت عايز توصل دار التحرير، طب انت النهارده في ميدان التحرير اصلا. السؤال للدكتور معتز، لو انت الدكتور مرسي حضرتك بتقول ما يتخص هذه الاجراءات، لكن هو كرئيس يشعر ان الامور تنفلت، ماذا يفعل؟ طب يعني احنا قلناها ومضطر اقولها كمان مره عشان يكون يعني المره دي عليه ان يكون رئيسا لمجلس اداره الوطن والعضو المنتدب، ما يبقاش رئيس الجمهوريه. ليه؟ لانه اولا في شك كبير منه، من الجماعه، من التيار الاسلامي، من انه الدوله المصريه، طريقه حياه المصريين التقليديه، الناس خايفه عليه، كل دي مخاوف مشروعه. انا يعني في الناس في السيكولوجي يقول لك ايه؟ يقول لك لو جات مراتك تشتكي منك، حتى لو بتشتكي اللي بتقوله ده مش صحيح، بس ما دام عندها الشعور ده يبقى صح. اهو انت، انا بقول علاقه مشابهه جدا، ما دام في جزء من الراي العام المصري شايف ان في اخوان للدوله يبقى في اخوان للدوله، حتى لو مفيش اخوان للدوله، يبقى انت مطلوب منك انك تثبت العكس، دورك انك تطمني، لان احنا هنفضل في حاله الاقتتال النفسي والتشكك ده لفتره طويله. احنا البلد دي بتضيع، ده راس المال السياسي والاجتماعي للرئيس وللدوله بينهار. القضيه كمان مش تفكك الدوله، كمان تحلل المجتمع، احنا دخلنا في حاله عصبيه وتعصب وعصاب، عصاب ده خوف مرضي. اذا بقيت الثلاثه دول مع بعضهم انت في فورمولا، انا مش هقول حرب، انا ان شاء الله مش هنوصل لحرب، بس البلد مش هتشتغل.
يعني اقصد لا استثمارات بقى ولا بتاع ولا مشاكل غاز ولا مشاكل مواصلات ولا لا البلد. طب ايه مصلحتنا في ده؟ فالمفروض يكون منا رجل رشيد، نتمنى ان يكون الرجل الرشيد ده هو الرجل الجالس على مقعد القياده في طائره الوطن يا دكتور مرسي، فلتدعو الى لجنه عليا للسياسات. مش لازم تجيب الاسماء الاولى في جبهه الانقاذ، ممكن تجيب منهم في المرتبه الثانيه او الثالثه، تجيب ناس سنها اصغر. يعني انا اتمنى منه يعني لو يقتطع كده 10 دقائق ربع ساعه من وقته ويدخل على اليوتيوب او حد يرزم له بابا جان، علي بابا جان اللي هو نائب رئيس وزراء تركيا. الراجل بيتكلم خطبه بديعه من حوالي اسبوعين كان بيتكلم ايه اللي حصل في تركيا في اخر 10 سنين، شيء رائع. وده اللي انا عايز اتكلم فيه هنا. انا مش عايز يقعد محلل سياسي بعد كده مكان، انا عايز يجي محلل اقتصادي، حد يتكلم في الطاقه، حد يتكلم في الزحمه، حد يتكلم في النقل، حد يتكلم في في في, في مشروعات عملاقه. احنا عمالين نعيد ونزيد ونزيد ونعيد. طب يعني ما هو كده مالوش كل احمد، احنا عمالين نتكلم في نفس الازمات واحنا فشله. التصور انه صحيح هناك مشاكل او ازمات، لكن هذه الازمات استفحلت وكبرت واظهرت حاله من عدم الرضا لدى المجتمع نتيجه نفخها وتضخيمها من قبل قوى في المعارضه وقوى من الاعلام. يعني انا مش مقتنع بصراحه، يعني انا سمعت الكلام ده من الدكتور مرسي مره، ان كل المعارضين دول مرة قال 5000، كل المعارضة في مصر 5000، لا مش 5000 واحد. وانا على التشبيه اللي عندي حتى لو كانوا 5000 واحد، هذه مركب مطاطية يكفيك 1000 علشان يمسك مسمار يخرم بيه المركب ونغرق كلنا. يعني انت قدرتك على انك تصنع التوافق، قدرتك على انك انت تعطي لكل من يطلب المنطقي من مطالبه، وبعدين يا اخي ورطهم وقيم الحجة عليهم، عارف اقعد معهم واتكلم معاهم واتفق معاهم. انما اللي حاصل دلوقتي انه في مساحة من انا جلدي سميك، ده كان بيفكرني بكلام الرئيس مبارك لما قال انا لا اقبل اي ذراع ابدا. انا مش شايف ان ده منطق سليم. الرئيس هو القادر على انه قبل ما حد يجبره على تقديم تنازلاته، لا انا حكم الدستور والقانون ده على رقبتي. ان احنا فاكر مره يا فندم قلنا الراجل جورج واشنطن طلبوا منه انه ينتقل من فيرجينيا يروح نيويورك علشان ما قرر الكونجرس ساعتها، ان كانوا محيطين بيه واضح انهم قالوا له كذا. ما الناس بتقول له دكتور مرسي انت ازاي تسمع كلام الكونجرس وده، لا انت الاقوى وانت الكذا كذا. فخلاص قال يعيش رئيس الولايات المتحده الامريكيه حيث يريد ممثله شعب الولايات المتحده الامريكيه. القضيه الراجل ما طلعش ضعيف، جورج واشنطن في هذه اللحظه وبيقول هذا الكلام، ما حدش قال ده الرئيس يعني الساذج اللي سمع كلام الكونجرس، لا هو من القوه بحيث انه عرف انه هذا يرسخ فكره حكم الدستور والقانون ويعطي للكونجرس قيمته ومكانته. جمله اخيره، اوباما من ثلاث ايام لسه قال عباره، قال افريقيا، كان بيتابع افريقيا، قال افريقيا ليست بحاجه لاشخاص اقوياء في السلطه وانما بحاجه لمؤسسات قويه. العباره صحيحه يعني العلوم السياسيه والتاريخ تثبت هذا، بس هي القضيه ان المؤسسه القويه عايزه رئيس قوي. رئيس قوي يعني ايه؟ واثق من نفسه، عنده مرونه نفسيه، عنده قدره على انه يجلس مع معارضيه يناقشهم ويستفيد منهم ويفيدهم. ان كان ده غائب يبقى احنا هنواجه مشكله كبيره، وبالتالي الرساله اللي دكتور مرسي، يا دكتور مرسي ما ينفعش انا ابتدي الوم المعارضه قبل ما انت تكون عامل الهوم ورك اللي عليك. اللي انا شايفه قدامي ان انت مش عامل الهوم ورك عليك. باشمهندس اتفضل. اعتقد ان يعني بشريه الرئيس عامل حاكم كبير في المعادله. والجزئيه الثانيه استثنائيه الوضع. لان طب اشرح الاثنين، اشرح الاثنين. بشريه الرئيس يعني هو في الاخر مضطر يعتمد على اجهزه الدوله في اتخاذ قراراته وفي تمحيص القرار نفسه وفي دعم المعلومات والبدائل السيناريوهات وما ممكن ان يترتب عليها. وبالتالي على هذا الاساس الحاكم الرئيسي الذي يقيد حركه الرئيس هو الدستور والقانون. فانا اتفق معاك ان احنا من وجهه نظرنا هنا هوت كان ممكن نرى بدائل أكثر توافقية، ولو كان لفظ توافقية نفسه ممكن يكون له أكثر من يعني مصطلح ترجمة فيه. ولكن في الوضع اللي فيه الرئيس دلوقتي من المكان اللي هو بيدير منه الدولة، أعتقد الرؤية مختلفة تماما. المشكلة اللي أنا قد أقر بيها هي أين الشفافية؟ لأن ده في الآخر إرث. كيف استلمته؟ طب إيه المشاكل اللي فيه؟ أنا عارف إن فيه مؤسسات معينة في الدولة لا يمكن يتم الاستغناء عنها، مع انها جزء اصيل من النظام اللي فات وافراد، لانها عمليه اداره الدوله نفسها ككل. ولكن مع نفس الوقت انا شايف ان معدل الشفافيه في مصالحه الشعب بمأساة الوضع في مشكله.
قد يكون البيروقراطيه نفسها مش متعوده انها تصارح. ما هو ده برده جزء من تركه النظام اللي فات، بس ده كان التغيير المطلوب على الاقل نعرف يعني ايه الصعوبات اللي حواليك. لما نقول بدائل دي، طيب البدائل دي انت بتفكر فيها ازاي يا سياده الرئيس؟ لما احنا بنقول يعني انا مقرر جدا ان بيع استثنائي زي ما مثلا قال، وبالتالي قد يستدعي قرارات استثنائيه. انما القرارات الاستثنائيه دي ايه مرجعيتها؟ جايه من اي محتوى؟ ما الذي استشرته في هذه القرارات؟ ايه السيناريوهات اللي كانت قدامك؟ هو ده اعتقد هي فكره شفافيه. وبعدين الجزئيه الثانيه ان احنا محتاجين المؤسسات، لان راي الفرد منقوص شيء انا راينا. مشكله المؤسسات دلوقتي انها مش موجوده. يعني فكره الكونغرس الامريكي مع جورج واشنطن، اين مجلس الشعب؟ اين ممثل الشعب؟ احنا دلوقتي فعلا في ازمه حقيقيه، لان انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت احنا خلينا قبل ما نبتدي نتكلم في المؤسسات اللي هي تكون داخل الدوله، انتم في جماعه الاخوان، ما هي طبيعه او مساحه الاخذ والرد المسموح به بينكم وما بين الرئاسة؟ لأن هذا نوع من اللغز في مدرسة التفكير. مدرسة تقول أنه كل ما يفعله الرئيس يطبخ أساسا في الجماعة، وهناك مدرسة أخرى وهي أقل قوة في يعني التصديق تقول لا، أنه قرارات الرئيس يصنعها الرئيس بنفسه والجماعة أحيانا تفاجأ به. ما هي الحقيقة؟ لا دعني أطمئنك وأنا مسؤول عما أقول. قرارات الرئيس يصنعها ويحددها الرئيس بنفسه، بل ويدرها ويدر تنفيذها كمان. طيب اذا كان اذا كان ذلك كذلك اذا كان وهو الرئيس وهو المسؤول وهو صاحب السلطه الشرعيه، لكن هو في النهايه جاء من رحم الجماعه وهو يعبر عن حزب الاغلبيه. فاذا كانت مؤسسه الرئاسه تتخذ من القرارات وبعض القوى داخل الجماعة تشعر بأن هذه القرارات من الممكن أن تلحق الأذى بالجماعة وبالحزب، فأين موقف الحزب والجماعة من هذا القرار؟ حلو، احنا هنا بنفرق بين حاجتين، صناعة القرار ومتخذ القرار نفسه. فاحنا نعتبر ان في فترة لصناعة القرار، في مؤثرات معينة ومعلومات معينة وسيناريوهات واقتراحات بتروح للرئيس، فبنعمل أقصى ما نستطيع من جهد أن نقترح عليه طبقا لما هو موجود جوه الاخوان من معلومات ورؤيه على الساحه المصريه الممتده بحكم تشعب الاخوان وانتشارها. فان احنا نقول له سياده الرئيس ادي في سيناريو ده ونقترح فيه كذا وكذا وكذا، وفي سيناريو ده بنحاول نعمل اقصى ما نستطيع مجهود ان نقترح عليه، بس في الاخر نقر بكامل حقه في ان يقبل او ان يرفض، واحيانا يقبل واحيانا يرفض. المشكله هنا فين؟ الغالبيه ايه طيب؟ والله انا حتى هذه اللحظه لا اعلم الغالبيه ايه، لان مش عارف كم الاقتراحات المختلفه ايه. انا اعمل في فريق الخاص مشروع النقد، بنبعت اقتراحات وقت الطلب من الرئيس، وساعات لما نحس ان في حاجه احنا ممكن نزيد فيها بنقول للرئيس برضه ونبعت له التقارير، ولكن في الاخر هو المتخذ القرار. والمشكله كمان ايه؟ ان هو متخذ القرار في اطار مؤسسه الرئاسه في العهد السابق لم تكن مفعله كمؤسسه، وبالتالي هي دي في حد ذاتها ارث. محاوله اعاده بنائها كان مفترض انها تكون محترفه بشكل اعلى من كده اعتقد بكتير، ودي احد الازمات اللي مواجهه الرئاسه دلوقتي. فانا قد يكون عندي قدر من التفهم لان بلعبس ورا الصعوبات بحاول افهمها، وبالتالي عندي الجزء ده من التفهم. ممكن ما يكونش عندي ناس ثانيه زي في النهارده، ولكن المجمل بالنسبه لي ان اقر بحقه في اتخاذ القرار وانصحه على قد ما اقدر، انما اتمنى ان يعاد مجلس الشعب مره اخرى او ينتخب مجلس الشعب جديد عشان ممثلين الشعب هم اللي عندهم القدره ان يسائلوه، عشان المعارضه. انا اصدقائي اللي في المعارضه في حزب الدستور وفي مستويات عاليه في حزب الدستور وكانوا زملائي في الجامعه، لما نتكلم مع بعض انا حاسس بكم الفرستريشن اللي عندهم والغضب. هو مش عارف يجيبها ازاي، اساله ازاي، انا مش عاجبني اللي بيعمله. فعرف الديمقراطيات انا ما اعرف، يعني حضرتك ادرى مني، انا ما اعرفلهاش طريقه غير مجلس الشعب. طيب مجلس الشعب حان وقت الاستراحه الاعلانيه، بعد الاستراحه لو تسمح لنا طبعا المهندس باسل عادل هيعقب على ما استمع اليه ويقول ما اتفق او ما اختلف فيه. بعد الاستراحه يستمر الحوار على الهواء مباشره.